السلام عليكم ورحمة الله. اليوم وأنتم بخير. بعد فترة انقطاع دامت أكثر من شهرين تقريبا، كانت هذه الفترة لتحليل المحتوى اللي كان على القناة، وهذا المحتوى اللي كان متوجه من البداية للميديكال فيلد وعلاج المشاكل اللي بتصير بالميديكال فيلد وتقديم نصايح للناس اللي بتشتغل بهذا الفيلد، وبعدين صار في توجه انه نفتح العملية بالنسبة للمبيعات والتسويق بشكل جنرال. فلقيت انه ما في اقبال كبير على المحتوى خلال هذه الفترة، فرديت رجعت مرة تانية بعد التحليل انه اكثر الفيديوهات اللي اخذت شير واخذت نسبة من الفيوز ونسبة من السبسكرايبرز اللي بشكرهم واحد واحد من خلال هذه العدسة، وان شاء الله بيكملوا معي هذه الرحلة، كانت هذه الفيديوهات اللي هي خاصة بالميديكال ريبس، خاصة بالميديكال أورغانيزيشن، خاصة ببناء فرق العمل في المنظمات الطبية. وهذا الشيء اللي خلاني وقف الفترة الماضية لحتى أعمل هذه التحليلات وأطلع بنتيجة أنه بالنهاية رح يكون التركيز على الميديكال فيلد، لأنه هذه الاندستري اللي أنا بفهم فيها وهذه الاندستري اللي بحبها، ولما بحكي فيها بيكون عندي شغف أني أقدم محتوى يضيف قيمة للناس اللي عم تسمع واللي عم تشوف واللي حضرتك واحد منهم. فأسعد بمشاركتكم وأسعد فيكم واحد واحد اليوم تكملوا معي هذه المسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المحتوى اللي راح يكون راح يعالج بعض المشاكل بالنسبة للميديكال فيلد ووركرز، الانتربرونيرز، ميديكال انتربرونيرز، التحديات اللي بتواجههم من خلال خبرة على مدى 15 سنة في هذا الفيلد. ما هو محتوى أكاديمي ولا هو محتوى تعليمي لحتى نحن نقعد مثل محاضر مع الستودنتس ولا مثل شخص تيتشر قاعد عم يعلم الناس، لا، هو عبارة عن مشاركة، sharing of experience، sharing of challenges مريت فيها وعم مر فيها لحد اليوم ورح ضل مر فيها للمستقبل. بس لما بشارك الناس بهذا المحتوى ممكن يضيف قيمة عندهم، وممكن يحل مشكلة عندهم، وممكن يساعدهم للانتقال من مرحلة لمرحلة، طبعا في حدود المحتويات المرئية والمسموعة من خلال هذه الفيديوهات وهذه المقاطع القصيرة. وهذا ما هو وعد انه انت لما تشوف فيديو او تشوف كونتنت خلال 4-5 دقائق رح يحل لك مشكلة 5 سنين ولا 6 سنين، هذا مو بروميس، ولكن بيفتح لك باب انك تشوف من خلاله انه في حلول كثيرة ممكن انت ما بتعرفها، لانه بالنهاية you don't know what you don't know. لحتى تعرف الاشياء اللي انت ما بتعرفها لازم تتعلم انك انت ما بتعرف اساسا، صعبة شوي، you don't know what you don't know. فلحتى كل ما تعلمنا اكتر وكل ما ازددنا وكل ما طلبنا وكل ما فتحنا ابواب اكتر، كل ما عرفنا انه العلم اللي عندنا غير كافي لحتى يحللنا مشاكلنا. وبإذن الله سبحانه وتعالى راح نتابع من خلال حلقات على هذه القناة. اللي عم يتابعني على اليوتيوب لا تنسى انك تشترك في هذه القناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل فيديو جديد واللي اتمنى من خلاله انه يضيف لك قيمة. واذا عم تتابعني على الفيسبوك فلا تنسى انك تشارك، تكومنت، اذا في عندك اي سؤال، اي استفسار اطرح هذا السؤال، اذا كان مجاوب بالقناة ممكن يكون هذا الجواب وافي بالنسبة لك، وإذا ما كان مجاوب بنعمل عليه كونتنت، وإذا ما عرفنا نعمل كونتنت بنجيب الناس الإكسبيرينس لحتى تقدر تجاوبك على أسئلتك واستفساراتك وتفتح لك أبواب لآفاق بعيدة أنت مو شايفها بعينك. منالكم الصحة والسعادة إن شاء الله، وأشوفكم في الحلقات القادمة.